السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية الأفعى البيضاء في المنام بالعدو المتخفي الماكر، أو الشخص الذي يضمر العداوة ويظهر المودة والحب. فيما رؤية الأفعى البيضاء والسوداء في المنام فدليل للعداوة من مع الأهل والأقارب، ومن رأى الأفعى بيضاء مرقطة بالأسود في الحلم فهذا يدل على الخصومات مع الآخرين. فيما هجوم الأفعى البيضاء في المنام فيدل على المواجهة مع العدو وهجومه، ومن رأى حية بيضاء تهاجمه ويتأذى في الحلم فهذا يدل على التعرض لضرر وأذى من العدو. فيما حلم الهروب من الأفعى البيضاء في المنام فيدل على النجاة من مكيدة أو شر عدو ماكر. فيما لدغة الأفعى البيضاء في المنام فدليل على ضرر بالغ من شخص قريب جدا للرائي. أما رؤية قتل الأفعى البيضاء في المنام فدليل على الأمن من العدو، ومن رأى أنه يقتل أفعى بيضاء تلدغه في الحلم فهذا يدل على القوة والنصر بعد الضعف والأذى. فيما رؤية الأفعى البيضاء في المنام للرجل فدليل على الزوجة الماكرة، وإذا رأى الرجل الثعبان الأبيض في الحلم فهذا يدل على صديق يضمر العداوة والشر. أما رؤية الأفعى البيضاء في المنام للفتاة العزباء فدليل على صديقة تريد بها شرا، والله أعلم. أما رؤية الأفعى البيضاء في المنام للمتزوجة فيدل على امرأة منافقة تدخل بيتها فيجب أن تحذر منها. فيما رؤية الأفعى البيضاء في المنام للحامل دليل على المخاوف والقلق في فترة الحمل، وإذا رأت أنها تهاجم هذه الأفعى فهذا يدل على الوقوع في تعب وعناء. فيما رؤية الأفعى البيضاء في المنام للمطلقة دليل على امرأة حاقدة في حياة الرائية، والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.